السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم لي كرواسون محشوين بحشوة مالحة. غادي نقطع لكم منها باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، فهم كيجيو فارغين من الداخل وكيكونوا مرقين بحال أي كرواسون كنعملوها. غادي تتبعوني في الفيديو وغادي تشوفوا الطريقة اللي عملت. طريقة بسيطة، ما يعني ما تصدقوش بأننا حصلنا على هذا الشكل هذا ديال لي كرواسون. هاد الكرواسون هادو كيجيو بصراحة لاباط ديالهم خفيفة، وكتجي الشكل ديالها يعني رائع، يجي المذاق ديالها بنين. الحشوة كذلك حشوة لذيذة لذيذة، ما نقول لكمش يعني المذاق ديالها كيفاش كيكون. كيكونوا سهلين في التحضير ديالهم، يعني حتى لاخر لحظة كنقدروا نحضرهم ونقدموا للاهل ديالنا. كنقدمهم لكم وان شاء الله يعجبكم. شوفوا انتم كتشوفوا كيفاش كيكونوا يعني رائعين. غنمشيو للطريقه والمكونات. اول شيء غادي ناخذ مقلاه، غنديروها فوق النار، نضيفوا اليها بصله تكون يعني كبيره، تكون مقطعه يعني مشلضه، يعني مكعبات رقاقين، كنخليوها حتى تدبل. من بعد عاد نضيفوا لها صلصه الطماطم. هذه الصلصه هذه انا حضرتها في البيت، يعني كنكون موجدها دائما في الثلاجه عندي. كنديروا واحد الورقه ديال الرند ونشحروا هاد المكونات هادو. من بعد كنضيفوا لهم واحد القليل من الماء باش ديك الصلصه ديالنا يعني الصلصه والبصل يدبالوا ليا، ما يبقوش يعني شادين. كنخلطوا بطريقه جيده. من بعد كناخدو الكفته. الكفته بصراحه هي تاخذوا اي مقدار بغيتو، انا خديت تقريبا يعني هي شي 400 غرام، وكتبقاو يعني تمعسوها بالملعقه حتى تفرتت، ما تتبقاش كتله واحده، كتبقى يعني كتتحل هي كتجي بحال صلصه البولينيز. كنديروا نص ملعقه من الفلفل الاسود، راس ملعقه من الكمون، انا كتعجبني بالكمون بزاف. كنديرو راس يعني القليل قليل من القرفه، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر، نص ملعقه من الزنجبيل. من بعد كنديرو يعني ملح. ملح كديروا الملح على حسب الكو ديالكم، كل واحد كيملح بالذوق ديالو. خلطوا بشكل جيد. من بعد كنضيفوا ملعقة كبيرة يعني مزيان ديال المعدنوس والقزبر، نخليهم حتى لاخر لحظة باش يبقى دائما داك اللوغو ديالهم باين، او النسمة ديالهم كتكون باينة. صافي كنرفعوا هذا الشيء كله، هاد الكفتة ديالنا كنرفعها على النار. هي باقا سخونة، كنضيفوا لها جبنة الموزاريلا. كنحضروا العجينة العجيبة، غادي نخلي لكم الرابط ديالها عندي في صندوق الوصف. هاد العجينة دي بصراحة الا قلنا عجيبة فهي بصراحة عجيبة. كناخدوها كنحضروها وكنخليوها تتخمر مزيان، انتم تشوفوا كيفاش كتكون يعني كتخمر بمعنى الكلمة. من بعد كنهويوها وكناخدوها وكنحطوها يعني كنجعلوها على شكل كرة. كناخد يعني زلافة فيها واحد ملعقة كبيرة ديال زيت المائدة، واحد جوج ملعقات ديال الزبدة. الزبدة تتكون لينة ماشي دائبة، لا يعني حرارة المطبخ ان بوماد، يعني كتدوب لينا فوق من العجينة بسهولة. كناخدو ديك الكرة ديال العجين ديالنا، كان كما قلت لكم كنهويوها كنحيدو من داك الغازات اللي كيكونوا فيها، وكنديروا منها كويرات. هاد العجينة اللي درت كنخرج منها 6 كويرات، دائما كندهنو بالزيت باش العجينة ديالنا متلصق ليناش في الايدي. كنحطوهم هكا متراصين على طاولة العمل. العجينة يعني رخوة رخوة جي، يعني بواحد الطريقة ما نقول لكمش يعني كيفاش كتكون. غادي نخلي لكم كما قلت لكم الرابط ديال هاد
الفيديو باش تدخلوا تشوفوها، باش يعني تعرفوا المكونات اللي انا خدمت فيها، اللي استعملت مكونات بسيطة جدا وسهلة في التحضير ديالها، يعني بسهولة كنحضروها. هاد الكويرات هادو ملي كنشكلهم هكا كنخليهم يرتاحوا، لان ما يمكنليناش ما نقدروش ابدا باننا نقدروا نطلقوهم الا ما ارتاحوش، لان يعني كيولوا بحال الاستيك، فمادة الكويتون كتكون يعني تلقى، فما يمكن ليناش ابدا باش اننا نطلقوهم. غادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق هكاك، عاد باش نبداو نطلقوهم فوق المائدة. كناخدو وحدة بوحدة، كنبقاو ندهنوهم بالزبدة كما قلت، الزبدة لينة على شكل بوماد، وكنحطو كل كرة كنورقوها واحد شوية ونحطوها في طاولة العمل حتى نديرو تقريبا 3، وكنبقاو نحطو وحدة فوق من وحدة. دابا انا وجدت يد وحدة كنحطها فوق من هذه اللي بحرايه اللي طلقت، دائما كندهنو بالزبدة، نحطها على جنب ونعاود ندير الثالثة. ملي كنخليو العجينة ديالنا كترتاح كتجينا سهلة في التوراق، لان الا ما كما قلت الا ما ارتحتش فما يمكن ليناش اصلا نقدر نخدمو بها. صافي كما قلنا بنورق وحده ونحط فوق منها الاخرى، ونورق الاخرى ونحط فوق منها الثالثه، ودائما تندهنو بالزبده باش تجينا طبقات. منين درنا دابا 3 ديال الطبقات غادي نخليهم يرتاحوا على جنب، ونبداو تاني نطلقوا 3 كوار الكويرات اللي باقيين عندنا، حتى تنكملوا دوك 3 كويرات نبداو تاني من الاولى. دوك 3 الكويرات اللي ورقنا الاولين هما اللي نبداو بهم، نطلقوهم مزيان. انتم كتشوفوا كتبسط ليا بسهوله جدا، يعني كتجيني طايعه في الخدمه ديالي. ونورقوهم هاد 3 الكويرات هادو، نورقوهم مزيان يعني حتى تيوليو رقاق. نحاول ما امكن اننا نبقى نجبدو ديك اللي كتكون في الاسفل باش تكون يعني عندنا عندهم مستوى واحد، باش ما تبقاش تبقى لتحت وتكون بعيدة على دوك 2 التانيين، دائما يكونوا في مستوى واحد. وكنبقاو نورقو حتى نوصلو يعني السمك اللي احنا بغينا. نديرو واحد لاكوش ديال الزبدة، من بعد كناخدو الجرارة وكنقطعوها على 2، وعاود نقطعه على 4. ودوك 4 قطع نقطعهم عاوتاني على 8، تنحصلو على 8 قطع. حصلنا على 8 مثلثات، غادي نبقاو نحشوهم. هادي ديال لي زيبيناغ سهله، ماشي شي حاجه، يعني لي زيبيناغ شريتها وصلتها مزيان حيت من التربه، ومن بعد قطعتها عشوائيه هكا. خديت واحد الفص ديال الثوم يعني معستو ودرتو فص في مقلاة مع شويه ديال الزيت حتى تتشحر واحد شويه، ومن بعد كنضيف لهم لي زيبيناغ. لي زيبيناغ نسمتها بشي شويه ديال الجوزه وشويه الفلفل الاسود وقبيصه الملح باش ما يجينيش ملح. صافي خليتها تنشفات من داك السائل اللي فيها باش ما تلقليش في العجين، ورفعتها عن النار. انتم تشوفوا درت الطبقه الاولى ديال الزيبيناغ، من بعد درت الجبنه جبنه غرياخ، ومن بعد غادي ندير الحشوه اللي حضرتها بالكفته او اللحم المفروم. اللحم الحشوه هذه كنت درنا فيها سميتها الجبنه ديال الموزاريلا في اخر المطاف، يعني حتى طفيت عليها ورفعتها فوق النار عاد درت لها جبنه الموزاريلا. غادي نديرو واحد الكميه يعني معقوله. كملنا يعني 8 المثلثات ديالنا كلهم، عاد غادي نقلف يعني بشويه، نحاول ما امكن في الاول ناخذ العجينه ديالي حتى يعني نبطن كل شيء ديك الحشوه ديالي باش ما بقاش تخرج ليا من الجوانب، ونقلف نلف يعني على شكل كرواسون. ها انتم كتشوفوا كيفاش كندير.
دائما داك الطرف الاخير كنديرو في الاسفل باش ما تحلياش العجينه ديالي، لانها هي فيها خميره، فغادي نخليوها تخمر واحد شي شويه. شو كتجي ان كرواسون، صافي صافي، غنمشيو على الطريقه هذه حتى نكمل جميع هاد المثلثات هادو. سهله، ما كتحتاج انك تبقى عاد بدا تورق وتبقى تدخل الثلاجه تبرد عاد تخرج. هذيك هذيك فعلا كتكون، لان هذيك خوصون اللي كيتباعوا في يعني في لي باتيسري، فهم كيكونوا بحال هكاك ضروري يخمر يديروا يتورقوا ويدخلوا الثلاجه. هذوك ان شاء الله غادي نقدم لكم قريبا واحد الفيديو فيه طريقه ديال تحضير الكرواسون، فيهم شويه الخدمه، مي تيجوا زوينين رائعين بصراحه. انا من عشاق الكرواسون، كنموت على الكرواسون بصراحه. ف بعد ما كنساليو هاد الكرواسون ديالنا المحشورين بالكفته، غادي ندهنوهم بالبيض، بيض خلطوه مع شويه الحليب، ومن بعد كنخليهم يخمروا قبل ما ندخلوهم تاني للفران. كندهنوهم بالبيض مره اخرى وكنديروا عليهم شويه ديال الجبنه من الفوق. الفرن ديالنا عندنا على 180 درجه، يعني حتى سخن مزيان. من بعد كندخلوهم الفرن وكنخليهم واحد تقريبا واحد 5 دقائق على ديك الحراره. من بعد كنغسلو محشي شي باش ما يتحرقوا ليناش من الاسفل، وكنخليهم حتى يعني يوليو ذهبيين. انتما كتشوفوا كيفاش كيجيو، ما نقول لكمش كيفاش كيجيو. انا شخصيا كيعجبوني هاد لي كرواسون هادو، يعني ملحين روعه 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 روعه. هذيك لاباط ديالهم انا تنقول لها دائما عجينه عجيبه، فهي عجينه عجيبه. كنقدمهم لكم بالصحه والعافيه، وما تردوش انكم تجربوهم في هذا الشهر الكريم، غيعجبكم بزاف. وكذلك ما تردوش انكم تشاركوا الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك ديروا جيم وتبارطاجوا الفيديوهات ديالي مع الاهل ديالكم مع الاحباب ديالكم. وكذلك يعني دائما كونوا في الموعد معي، فاني لدي دائما الجديد.